احمد راخيلا نائب الرئيس ديال جامعه السيدي موسى المجدوب عماله المحمديه. اشرح لنا الاجواء ديال الاحتفالات اليوم. وانتم كتشوفوا الاحتفالات تبارك الله راه في واحد الجوده عاليه، والموسم الولي الصالح سيدي موسى المجدوب هو الاب الروحي اللي تفرعوا منه جميع المهرجانات في اقليم المحمديه وعلى سعيد جهه الدار البيضاء كامل السطات. والحمد لله كتشوفوا اقبال كثير، الزوار كثر الحمد لله. عدد السربات وصل العدد ديال 32 سربه زائد السربه ديال النساء اللي كيشرفونا حتى هما بهذه المناسبه هذا وبهذه المناسبه ديال عيد الشباب. ويعني كان يعني الاحتفالات جميع كنفرحوا بهذه المناسبه هذا وعيد العرش اللي يعني كل شيء كتشوفوا الابتسامات ديال جميع الزوار كلهم فرحانين. ومازال كنقولوا لجميع الزوار مرحبا بهم في هذا الموسم الولي الصالح سيدي موسى المجدوب. راه باقي غدا ان شاء الله حتى السبعه ديال العشيه. كما شفتوا لاحظتوا راه كاين تنظيم حاول تقريبا تنظيم كنقولوا جيد، نتمنوا من الله يكون يعني في ظن ديال الجمهور ديالنا اللي جا حضر ويعني وتابعنا وشاف هذا. شنو هو سر النجاح ديال الدوره ديال اليوم؟ وهو الحمد لله سر النجاح هو الاقبال ديال يعني هذا الجمهور تبارك الله اللي جا حضر معنا وتابعنا يعني ابتداء من يوم الخميس حتى اليوم السبت ومازال باقي معنا غدا ان شاء الله الحد. هذا راه في حد ذاته راه نجاح كبير اللي حضر معنا هاد الناس هاد تبارك الله الجمهور كله. عطينا شي رقم، شحال العدد ديال السربات اللي مشاركه؟ 33 سربه. 33 سربه. شحال الاماكن اللي كاينه؟ على صعيد اقليم المحمديه وكاين خارج من اقليم المحمديه. زوين رائع. كل عام كنجيو كنخيموا هنايا. داك الشيء كيدوز زوين، الحمد لله هاد العام منظم ما كاين لا فوضى لا صداع لا والو الحمد لله. كلمة شكر لمن توجهها؟ كنشكر الجماعة والرئيس والصحافة وجلالة الملك نصره الله سيدنا، تحية كبيرة لسيدنا جلالة الملك. وكنشكر لهاد السربة اللي كاينين 33 سربة وكنشكركم كلكم. زين الله يعمر الناس لهاد الدار، ولكن الناس الأولين حيدوا، الناس اللي كانوا بباردية الأولين حيدوا. حيات ما غاديينش يبقى هذا، بغينا هاد الناس يحيوا هذاك الشيء اللي كان ضايع اللي ضاع ديال الناس الاولين. تحية جدي يلاه مالي بلا في اخوان محرك. يلاه السيرة اللي غتجي عندنا دابا هي اللي من المحمدية المقدم ديالها